ما صار جميل وما سهلش، فيه معاناة وفيه الحمد لله احنا غادي لقدام وكان حسب وصلنا الله بدينا. ولدي بالنسبة للفن قد ما تعلمتي وقد ما يلاه كتقول بسم الله. انا كنت مسروره وفرحانه بزاف ملي جاني التليفون من الاداره ديال المهرجان باش نكون هذا العام معاهم في الثوره 19. الفرحه ديالي ما عرفتش نوصلها لك ولدي. فرحت بزاف لان هذا المهرجان كيعني لي الكثير الكثير بكوني كامازيغيه مغربيه. فان شاء الله يا ربي نتمنى نكون نرق، يعني داكشي غنقدم يرق للمشاهدين والمستمعين وهذا ما كان. اكيد اكيد ولدي اكيد. واش كاين شي بنت كتنصبها؟ ديال كاين شي بنت كتنصبها حتى انا غننسى سمع درويشه كل الاب الروحي وسوف اضل وفي لمدرسه السي محمد درويشه تنهار يديم الامانه امانته. كتشوف اليوم بان الفن الامازيغي في الاطلس كيزاحموا الفن الشعبي في المناطق الاخرى في المغرب. نو بالعكس هذا العام، هذا بالاخص هذا العام الفن الامازيغي حيد الراي والواي واي ما بقيناش نسمعوه. من ما تسي كتدور كتسمع بدر وعبي خديجه اطلس، بدر وعبي خديجه اطلس، هذه شهاده من فنانين الشعبي مغاربه ديالنا. فهمتي ولدي اش بغيت نقول؟ الفن ديالنا ديال البلاد كامل، ماشي انا بالعكس ماشي ضد الحرب، انا بالعكس كنغني بالعربيه والمغرب واقف على جوج رجلين، الامازيغيه والعربيه، حبه من حبه وكريهه من كريه. غير وكان بالعكس الفن الامازيغي وسيرتو الاغنيه الامازيغيه في هذا العام عندك 23 و24 الحمد لله الحمد لله غداش واخده واحد المسار اللي هو جميل. الرساله ديالي للجماهير تيميتار كنقول لكم راه كنموت عليكم، راكم في القلب وان شاء الله اليوم غادي نوضوها ان شاء الله تكون سهره توب تو توب. وبكم باش حنا مستمرين، تشجيعاتكم باش حنا كاينين. وتحيه لكم وناس اكادير للصحافه اللي تتواجد معنا ولا الجنود الخفاء ولا لكل شيء مرحبا بكم والف مرحبا. ويا ربي اليوم نكون ضيفه خفيفه على قلوبكم يا ربي. ميرسي.